مرحبا، بحب بلش اكتشاف العلمي بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا من الماء كل شيء حي. كل بيعرف أنه 75% من الكرة الأرضية هي ماء، بما فيها بحار والمحيطات والأنهار. الشيء مرة سألنا حالنا شو هي تركيبة الماء؟ شو أهميتها؟ ومن اكتشفها؟ الماء هو مركب كيميائي تكون من ذرتين، الهيدروجين وذرة من الأكسجين. والعالم الفرنسي هنري كافندش مؤسس كيمياء الحديثة اللي ولد عام 1731 هو أول مين اكتشف مكونات الماء. فقاس غاز الأكسجين وطلع خفيف كتير، وأنه الغاز قبل الاشتعال هو الهيدروجين. وهيك بلشت القصة معه، إنه الماء مركب من غازات مش من عناصر أساسية. بلا الماء ما فينا نعيش، تعرفوا ليه؟ لأنه الماء مسؤول عن تنظيم درجة جسم الإنسان وتنشيط الكلى وبيحافظ على ترطيب المفاصل والحركة الصحية، بالإضافة إنه بيعطي الجسم رطوبة كافية لتبقى الخلايا والهرمونات عم تشتغل بشكل طبيعي. بس بتعرفوا قد ايه نسبة المي بجسمنا؟